الأخفاء العيوب خاصة النصاحة أهم شيء نبتعد عن كل شيء ضيق، وأكيد نعتمد الألوان الغامقة، وكل حدا منا عنده عيوب مختلفة عن غيره. مثلا إذا كنا ناصحين من إيدينا يا أما من جهة بطننا، نعتمد على طول الألوان السادة، الألوان الغامقة، نبتعد عن كل شيء مطبع لأنه بفرجينا شغلنا بحجم أكبر. وأكيد نفس الشيء إذا من منطقة الإجرين كمان نحن ناصحين، كمان هون نعتمد على طول الألوان الغوامي ونعتمد من فوق الألوان الفاتحة. بس أهم شيء نبتعد عن كل شيء ضيق، لأنه لما بنلبس أزياء أصغر من مقاسنا مبين ناصحين أكثر ما نحن، وكمان الضيق ببيننا أنصح من ما نحن. من هيك على طول واحد يعتمد الملابس اللي على قد جسمه بعيدة عن جسمه. وإذا كمان ناصحين نبتعد عن الواسع كتير، لأنه كمان الواسع بيعطينا حجم أكبر من ما نحن. من هيك أهم شيء النقاط الأولى هو اعتماد الألوان الغامقة ونبتعد عن الضيق.